زينب، بفقرتنا هاي رح نحكي عن فن كتير حلو. في كل قطعة يمكن تحمل جزء كبير من المحبة، هذا الفن يلي ما بيقل أهمية عن الكروشيه أو حتى التطريز. عم نحكي عن المكرمة، يلي هذا الفن يلي تطور طبعا مع تطور العصر، هو العودة للطبيعة بحبال قطنية وأغصان الشجر. لنحكي أكثر عن هالفن بيستنى أكيد نرحب بالسيدة أمل مكارم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن شيء أول مرة نسمعه أنا وفرح، المكرمة أو المكرمي. خبرينا أول شيء عن هذا الفن. هو ما له فن جديد، هو فن قديم. إذا بتتذكري كانوا من زمان بالبيوت يحطوا الحمالات الزريعة بكل زاوية بريكن. صحيح. في حمالات زريعة يحطوا فيها الزرع. كان مقصور على هالشيء هذا، بس مع التطور يعني وهالزمن هذا اللي صار في، ما عاد اقتصرت بس هي على الزريعة وعلى بس هي حمالة زريعة، صارت ممكن تكون ديكور، حتى شناتي مثلا ما عم بعمل لوحات، يعني فيها كتير مجال متنوع. عم نشوف طبعا، عم نستعرض مع بعض القطع. هي الشنطة معمولة من القماش، وضايفت لها أنا شيء لمسة من المكرمي، أنه هي تواكب هذا التطور. هلأ ديزاينات جديدة. كمان عم نشوف هون بعض القطع يلي بتحمل يمكن تفصيل كتير ناعمة وكتير لطيفة لنزين فيها البيت. تمام، هذول منمنة مادي مشقية أنا بقول عنه، مصنوع من خشب، فصله عن خشب. الخشب يمكن جاهز وحضرتك أنت تمام، خشب جاهز وأنا شديت عليه الحبال، اشتغلت عليه شغل الحبال. كتير حلو. قديه هيك قطعة ممكن تاخذ وقت معك؟ هلا هي القطعة بما يفصل النجار وتجي لعندي يعني تقريبا يعني كطقم كامل بده نهار يخلص معي. نهار واحد بيخلص. اي نعم. حلو كتير. طب خبرينا اليوم، يمكن كتير من النماذج عم نشوفها، كيف عم تاخدي الافكار، كيف عم تطوري القصص، واحكي لنا عن القطع الجاي بتيها. هلا بمناسبة انه نحن منفتحين على العالم، صار في الانترنت، في صور جاية مثلا بتاخدي بتستوحي فكرة من المواقع الأجنبية، إن كان لمبادير، إن كان تغطية للزريعة للفخارة، بشوف الفكرة أنا وبعد بطبقها بنفذها بشيء إنه يناسب عنا هون، يناسب يحبوه الشعب، يعني الجمهور اللي عنا يحبه. شو الصعوبة اللي ممكن تلاقيها أمل للشغل بهي القطع؟ شو ممكن الصعوبة تكون؟ الصعوبة هي إنه ممكن يكون التسويق لها، لأنه كونه شيء جديد غريب ما عاد. كمان الأسعار يمكن ما أنا بسيطة غير التسويق. طبعاً هو كل شيء يدوي ما له أسعار بسيط. يعني أنت لما عم تاخذي قطعة يدوية عم تشتغليها هي ما لها سعر إنه هي بسيط، بس في للناس اللي بتفضل هذا الشيء هذا في شيء، لا في متفاوت الأسعار، يعني مو شرط كله يكون نفس السعر هيك إنه سعره مثلاً غالي أو شيء، في شيء صغير قطعة ناعمة اللي بحب يقتني هيك شيء ممكن يكون صار يناسبه. هلا انا شو ماسكه؟ دريم كاتشر. هي دريم كاتشر مثل ما بتقولي، هي وفيها تقدري تعلقي فيها زريعه. جايبه انت هيك شغلات. او انت حابه تحطي ذكرى بقلبها او صوره بقلبها بتتعلق. تمام. وفي للزريعه في لمبادرات هون، فيهم مساع مع الضوء ممكن انه يشعل هذا اللمبادير. في كثير افكار. هي شو هي؟ هي حماله زريعه. هي حماله زريعه انت حاطتيها هيك ما هيك؟ ايوه، وصابغه من تحت، صابغه الخيطان عملت لها شيء مثلا جديد فيها. ايه تمام، هي بتتعلق وين ما هي بتتعلق على الحيط. على الحيط. تمام. خلينا نحكي عن الوقت اللي يمكن بياخذ منك لكل قطعه، اذا كانت القطعه بسيطه مثل القطعه اللي استعرضناها قبل شوي، او حتى القطعه الكبيره مثلا القطعه اللي بايد زينب اللي هي جزدان يمكن. فكل قطعه قديش بتاخذ وقت منك؟ بتاخذ وقت حسب الموديل التصميم تبعها. هي جزدان بينحمل، ممكن ينربط على الخصر، عملت لها زنار للخصر، وممكن تحطيها كروس. حلو. اي في كذا موديل ممكن يصير منه، كذا لون ممكن بالقطن. نقدر نستعرضه سوا على الكاميرا؟ خلينا ناخده.
هذا قد بياخذ معك وقت شغل مثلا؟ هذا تقريبا بده شيء 5 ايام تقريبا. 5 ايام لهالدرجه صعب؟ لا لا كل شيء، لانه بده في تفاصيل صغيره، في قطع صغيره نهايتها تنتهي بده وقت. طيب اليوم شو بتلاقي يمكن صعوبة غير التسويق؟ إذا قلنا ممكن يجيكي بعض الموديلات اللي السيدة بتطلبها على ذوقها بتقلك إنه ممكن تشتغلي إياها، ممكن تلاقي شوي صعوبة مثلا قطع فيها كتير تفاصيل معينة تاخد منك شغل ما كنتي متوقعة هذا الوقت؟ هو بيصير هيك معي إنه مثلا قطع فيها تفاصيل كتير مثل ما عم تقولي، بس بتنحل لأنه هو كله مدام إنه أنت بتحبي هذا الشيء. قد إلك بهي المهنة؟ إلي زمان بس هلا اكثر شيء يعني انا بشتغل يدوي مثلا كل الحرف اليدويه بحب اعرف فيها، بس اكثر شيء استهواني هو المكرمه، يعني هو فن المكرمه هذا استهواني اكثر شيء بقى ضليت فيه ومأكدة عليه هلا اخر شيء كمان ممكن يصير ستايل مثل هذا بيقولوا له ستايل البوهيمي لتزيين الاعراس لتزيين ديكورات البيت، هذا ممكن يصير كمان بهذا الشغل. عم نشوف هلا صور على بعض النماذج فرح كمان، يعني خبرينا شو صعوبة العمل بهذا الفن، وهل في ناس عم تحاول تتعلموا منك عم تسألك كيف ممكن تشتغلوا؟ ايه في ناس بتتعلموا، عملت دورات انا كمان. انت عملتي؟ وصعوبة اللي هي لما بتبقى القطعة كبيرة بيبقى الخيط طويل، بيبقى الخيط فيه صعوبة بالشد، فيه ياكل وقت. هلا في خيوط القطنية أكثر شيء أنا اللي بستخدمها، وفي ممكن خيوط الممزوجة إذا حسب الزبون إذا حب أي نوع ممكن يصير. هو أي شيء بحب يصير ممكن يصير. بتشوفي إنه هيك مشروع ممكن يكون هو مشروعك الخاص يصير مصدر رزق لإلك، تعلمي حتى بهي الدورات ويمكن تفتحي شيء خاص لإلك؟ اليوم نحن كثير بنحب نسلط الضوء على هي المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة يلي بتبدأ بفكرة صغيرة بتصير مصدر دخل ورزق. هو هذا أنا فكرتي، هو كمشروع اصلا انا فكرتي الاساسيه هو كمشروع طوره، اعمل ورشه تدريب، اعلم البنات. هلا مثلا في شغل اجاني استطريت للبنات اللي علمتهم جبتهم على اشتغلوا فيه وساعدوني، صار لهم مورد منه يعني. نعم. هدفي انه طور هذا الشغل هذا اكيد، وانه يتعلم البنات يعني البنات كلها وستات البيوت. في اكبر الصبايا اليوم الصغار انهم يتعلموا هذا كثير. انا بستغرب لما احيانا بيجي مثلا ياي انا بحب هذا الشغل وبدي اتعلم هذا الشغل، وين بدك تعملي دوره وين بدك تيجي؟ لا في كثير اقبال على هالشيء. هي البنت اللي عندها شغف بالاعمال اليدويه او شيء حب للفن بدي بيستهويها هذا الامر. طب خبرينا اليوم ما شاركتي بمعارض ببازارات سألوكي عن هذا الشغل، كان في إقبال عليه ردود فعل معينة؟ شاركت بمعرض دمشق الدولي. حلو. كان كتير، كان المعرض حلو كتير، وشاركت بازارات حتى هلا عندي إنه جن مو هالسنة، السنة الأول سنة انفتح وصار في وعندي مثلا ركن بالسوق حاطة قاعدة في شغلي بيفوت مثل تقولي يعني مثل ديكور وزينة للمحل بهذا الموضوع. في ممكن تريات يصير، ممكن يصير كتير قصص جلايل فواصل بين الأوض، يعني كتير قصص ممكن يصير بهذا الشغل، وهي واسعة واسعة بحر واسع هذا الفن. أما اليوم عم تعرفي الصبايا على هي الحرفة أو هذا الفن، خلينا نقول مين عرفك عليه ومين شجعك أنك تفوتي بهذا المجال لو أنه إلك سنوات طويلة بتشتغلي فيه؟ بس نرجع شوي لورا. شوي لورا. هلا انا اول شيء الاول ما كان نعملنا قصايص الزريعه اللي كانوا يحطوها بالمحل انه نعمل لون يتعلقوا قطع صغيره، تعلمتها هاي الفكره وبلشت اشتغل فيها بالبيت. كنت بالصف السادس، كنت يعني من زمان كثير، ودخلت برواد الطلائع كان وقتها بهذا المجال وربحت فيها، فزت فيها. وبشتغل كروشيه، بشتغل تريكو، بشتغل هيك، بس رجعت لهذا الفن اللي هو حسيته هو شغفي، هو اللي حبيته، يعني هو اكثر شيء تعلقت فيه. طب اليوم من خلال تجربتك خلينا نعتبره مشروع صغير يعني تمام بدر الفائده إليك، وايضا يعني لاستعراض الشيء التراثي اللي نحن ربينا عليه، اليوم شلون بتشجعي كل بنت انه تبدا بهذا المشروع لو عندها موهبه صغيره يعني تبلش؟ وهل البداية حتكون مكلفة لك كمشروع؟ أي شيء أول شيء بدايته بدها تكون صعبة، المهم يكون عنده الإنسان شغف بهالشيء، حابب إنه يعمل هالشيء وحابب إنه أنجز شيء، ما يكون هو جانبي ثانوي بهالحياة.
لما بيبقى هي عندها الرغبة والحب هذا بتستمر فيه وبدها تصبر، يعني ما حتلاقي ثمرة دغري، يعني بدك تصبري سنوات لحتى تلاقي ثمرة انك انت تعبك اللي تعبتي عليه تلاقي نتيجة منه. كثير حلو. اليوم لما بنحكي عن هي القطع يلي يمكن فيها ذاكرة لإلنا، بعض الأوقات نلاقي فيها التراث يلي نحن أكيد ربينا وتعودنا عليه، قد ايه بتشوفي اليوم حلو إنه نحن ندمج بين الحداثة والعراقة بقطعة جديدة ترضي يمكن أغلب الأذواق؟ هو هذا الجمال اللي انه الواحد يستفيد من الانترنت ومن السوشيال ميديا، انه هذا الشيء انك انت تطلعي على شو في تقدري انت تطوري مهنتك، يعني تطلعي على الشيء اللي صار الشيء اللي طوروه انه انت تطوري مهنتك وتطوري شغلك. انا حبيت المرجوحه اللي كثير دارجه هلا بزوايا البيت، بتاخذ كثير وقت اذا بتعمليها؟ تمام، هلا كان هي شغلي. قد ايه بتاخذ وقت هي؟ يعني كثير اللي عم شوف اقبال عليها عم يحطوها على البلكونات، عم بيحطوها بزوايا البيت. هلا شوفي كل شيء له. هلا هي خصوصا هي اسمها المرجوحه الملكيه اللي شفتيها الحمراء، هي عن جد ملكيه كان شكلها حلو. هي بدها تقريبا شيء اسبوعين ثلاثه لتخلص. تمام. وحسب اللون اللي بدي بيحبه كمان الشخص، ممكن ديزاينات حسب اللي بيطلب منك، ممكن تكون اكبر اصغر. يعني القاعده اكبر تحمل اكثر، بس اللي بدي وزن 100 كيلو ممكن تكون القاعده اكبر يكون الوزن تحمل اكثر، الحبال عدد الحبال اكثر. يعني انا اللي شغله فيه هون انه المكتره الحبال وعامله رسمه هي شو الحبال بس. هلا هي الحبال الموجوده بالصوره هي حبال نايلون ممزوجه. وفي الثاني المرجوحه الثانيه بعملها كمان الحبال القطنيه، ممكن تصير القطن او الممزوج الملون، يعني اي شيء ممكن يصير. المهم بتمسك 100 كيلو؟ تمسك خلص ان شاء الله. يعني نحن يعني بالختام بدنا نقول لك موفقه بمشروعك، وان شاء الله بنشوف كل شيء تراثي ويدوي دائما بايدين السيدات السوريات عم يزدهر، ويكون مشروع صغير عم ينمي الارباح ويكون استقلاليه للمراه السوريه. شكرا لك. تسلمي، شكرا كثير لك. موفقه وكل الشكر لك، واكيد بنتمنى دائما نشوف قطع جديده من حضرتك ومشغوله بهذا الحب اللي شفناه اليوم. شكرا لك. شكرا كثير، اهلا وسهلا.